السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجع عليكم اليوم في فيديو جديد. فيديو راح نستعرض فيه التحديث 1.0.50. طبعا على السريع ما راح يكون الفيديو طويل لأن أتوقع معظم الأشياء ما راح تكون موجودة حاليا. فأول شيء راح نشوف كالعادة يعني راح نشوف المهني الإطارات نشوف إذا في شيء جديد عندك. هاي شيء جديد تم الحصول عليها من إحداث الذكرى السنوية العام 2021. مقبول شكله مقبول. عندك يمكن الحصول عليها عن طريق شراء حزمة استعد للأبحار. هي الحدث اللي راح يكون في 30 راس. قم بالوصول إلى مستوى التقدم إلى 700 في إنجاز السيد والقائد. هاي بعد أتوقع جديدة وهي قديمة. هاي جديدة وهي قديمة. فعندك إنجازات هنا مفروض نشوف إذا في سكنات جديدة. هاي من السكنات الجديدة. أدري إن في سكن جديدة أصلا. حدث رفع القوة راح يكون صحة المشاة 10%. دفاع الفرسان راح يكون أقل بنسبة 5%. ونفس الشيء بالنسبة حق الرومان. عندك هاي الحدث راح يكون أو هاي السكن راح يكون في الحدث إلا في 30 رأس. آسف قد جوهر أكثر مرة. لو جينا حق القادم دو نلاحظ خلنا بس نفتح من جديد على طول يبين القائد في شكل يعني كالشكل. اول ما تفتح اول قائد يطلع عندك يكون في مثل ما تشوفون قدامكم هاي الطريقه. خلنا ننزل تحت. طبعا هاي القائده الجديده اللي راح تكون موجوده ملكه جورجيا. عامل الشفره راح يكون 300 مقافه دفاع 15. خلنا نشوف عندها دمج جمع دعم. خلنا نشوف الدعم شنو وضعها. مكافأة سرعة الجمع راح يكون خشب 25%. ولأن الخشب أنا شخصيا الخشب ما أستخدمه 25%. مكافأة سرعة جمع الموارد الأخرى راح يكون 20%. فمثل ما قلت في مقطع سابق وما رفعته على اليوتيوب سجلته بس ما رفعته ما كان عندي وقت. تكلمت إن أنا الخشب ما أستخدمه وال20% راح يفيدني لأن حاليا راح أقدر أطلع أكثر من قائد أو كل القائد اللي راح أطلعهم راح يكونون 2-2-2-2 أساسي وثانوي في كل المسيرات. خلنا نجي حق اللي بعد. عندك مكافأة ضرر الهجوم العادي 10%. تقليل الهجوم أي بعد نفس الشيء يعني طبيعية. تقليل الهجوم 30%. مكافأة سرعة القوات نفس الشيء. القوات التي يقودها القائد جنبا إلى جنب مع حليف قريب بأقل عدد من القوات المتبقية تكسب زيادة في الدفاع بنسبة 20%. وتعالج جزء من قوات المصابة. تحتاج تجربة يعني نجربها ممكن تحتاج تجربة يعني ما أقدر الصراحة الحين حاليا أحكم عليها. بنشوف هي جانك شنو راح يكون وضعها ممكن تفيد مع أنه ما أتوقع. خلنا نشوف في شيء ثاني بعد. تقريبا هي أهم الأشياء. طبعا مكست القائد قائد المشاة اللي هو سيجي راح تشوفون الفيديو اللي سجلته. وصلنا حق اللحظة الحاسمة. راح أمكس القائد. نجي حق المهارات نحط الأربعة روس ونقول له عطى. وبكذي نكون كملنا كل الروس المطلوبة. وأخيرا تقريبا أخذ 3 شهور تقريبا وهي اللحظة اللي انتظرناها من 3 شهور. بسم الله. بنشوف إذا في شيء جديد نزلوا هني. حزمة السيرولي الحاكم الأعظم لحد الحين ما بين. ممكن يبين خلال اتوقع خلال يومين وممكن خلال ساعة تبين عندنا اشياء ثانية. فرد حسب الفئة. هاي الصراحة راح تفيد خاصة وقت الكي بي كي وقت الاستكشاف. شيء غثيث يعني تشوف التقارير مالك مال المعركة كلها تروح بسبة الاستكشاف. وهي من الحركات اللي كنا نسويها قبل. خلينا نشوف هنا في شيء ما في. بجرب شغلة ثانية. طبعا عودة الملك غيره. قبل كانت اتوقع كيرا تكون موجودة. حاليا حطوا هي القائد يعني مشي حالك يوليس قيصر. بس اتوقع ان اذا كانت عودة الملك اذا كنت فاتح قلعة قديمة في مملكة قديمة او تارك قلعة كل فترة طويلة في مملكة قديمة اتوقع راح يطلع لك يوليس قيصر بديل كيرا. فهي من الاشياء اللي غيروه. عندك نهاية الشكل. قبل كان موجود اتوقع كيرا مثل ما تشوفون. طبعا هي اهم الاشياء راح اتشيك الحان اشوف ممكن يطلع لي شيء. فهي راح يكون فيديو مختصر راح انزل بعدين فيديو ان شاء الله راح يكون في تفصيل اكثر. شوف ممكن تطلع عندنا القائدة. مع ان الحظ معروف ماش حصلت راس واحد. نشوف الاسطوري ممكن يطلع مع انه صعبة. وبس هي ابرز الاشياء اللي اضافوها حاليا. ان شاء الله بعد ما اضيفهم باقي الاشياء راح نستعرضها كلها بالتفصيل.